بطل الدروب نيسان باترول 2010. على مدى 50 عاما الماضية أصبحت نيسان باترول أسطورة المنطقة العربية نظرا لثقة الجميع في أدائها على الطرق الوعرة. بدأ إنتاج الطراز الأول من باترول 4W60 في اليابان في عام 1951، وكان قد صمم في البداية للاستخدام كمركبة عسكرية، ولكن بعد فترة قصيرة تم استبدال الـ4W60 بفئة 60 الأكثر تناسباً مع الطابع المدني. وهكذا وصلت باترول لأول مرة إلى منطقة الخليج العربي في عام 1956. منذ البداية أدت الثقة الكبيرة بهذا الطراز إلى إطلاق لقب ملك الطرق الوعرة على السيارة. الثقة اللي حصلنا عليها في النيسان ثقة كبيرة، لأن هاي السيارة الوحيدة اللي إذا رحنا مناطق منعزلة نثق بأنها ما راح تتعطل أو تغادر بنا. العلاقة ما بين النيسان البترول وما بين المجتمع في المملكة العربية السعودية أو المشترين علاقة قوية جدا، تبدأ من الخمسينات وأصبحت عنصر أساسي جدا من الحضارة العربية. بدايتي كانت مع النيسان كانت في نهاية السبعينات، وكنا ضروري يعني الواحد أن يأخذ سيارات بالدفع بالأربع عجلات، خاصة في المناطق اللي كانت عندنا والأرض اللي تتطلب سيارات مثل هذه. نيسان باترول كانت دائما تعتبر أقوى وأجدر سيارة بالثقة من بين سيارات الدفع الرباعي المتوفرة في الأسواق. عندما كان الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان يرافق إلى الصحراء المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الرئيس الراحل لدولة الإمارات العربية المتحدة، كان يسافر مستخدماً نيسان باترول. ما في منافس للنيسان من نواحي كثيرة، من ناحية الأمان، من ناحية كل العطال، لأن يعني في بعض السيارات تمشي فيهن وانت خايف ممكن تتعطل في الطريق. النيسان تضمن تطمن حتى لو عبرت الربع الخالفي ما تخاف أن يكون. Get away from it all and experience the thrill of meeting challenges with the Nissan Patrol. لقد تطورت سيارات باترول على مر السنين. على سبيل المثال تم تزويد سلسلة 160 باترول بمكيف للهواء في عام 1979، كما جاءت بعد ذلك النوابض اللولبية وعلبة السرعة بخمس سرعات في طراز Y60. وفي عام 1997 قدمت نيسان ناقل السرعة الأوتوماتيكي والنوافذ الكهربائية في طراز Y61. ولكن كما يشير نائب رئيس شركة نيسان فإن الفلسفة الأساسية وراء باترول لم تتغير أبداً. تمثل باترول التجربة المثالية للحرية الشخصية في القيادة، وذلك لأنك تستطيع الذهاب لأي مكان بها والجميع يعرف ذلك. نيسان باترول من بدايته عودنا أنه يكون ما في أي مشاكل، ما في وجع راس، كنا نقطع فيه مسافات طويلة إن كانت طرقات معبدة أما طرقات أوفرود نقدر نروح ونقدر نرجع بالسلامة. فأكيد صار ضرورة بكل بيت يكون موجود تنكون مطمنين بالنا أنه منقدر نعمل كل حاجاتنا. في مثال دارج عندنا في السعودية بيقول إذا أردت الذهاب إلى الصحراء للتنزه مع أصدقائك وكان معاكم سيارات مختلفة، SUV مختلفة الأنواع، بس كونوا متأكدين أن يكون واحد معاه باترول في حالة لو غرزت السيارة بيطلعوا لكم إياه. إن بساطة تصميم الباترول يوفر لك الفرصة لتعديلها لتناسب الدروب الأكثر صعوبة.
قام الشيخ حمد بن حمدان الانهيان على مدار السنين باستخدام باترول كأساس لتقديم أفكار وابتكارات جديدة رائعة في عالم السيارات. ما حصلنا حقيقة ما حصلنا سيارة بمستوى الإنسان اللي تتحمل أفكارنا وتغييراتنا فيها، لأن أنت تبني على جبل، تبني على شيء قوي ومتأكد منه أنه ما بيخذلك. وما شاء الله النيسان اليوم حقيقة يعني لو تروح في السوق حقيقة ما له منافس، لأن كل السيارات الاسيوفي الثانية تجاريات، والنيسان لازم نقول شيء وايد مهم والناس ما تعرفه، أن النيسان أسطورة، أسطورة اليابان مثل ما فورد أسطورة أمريكا. المنطقة مغرمة منذ فترة طويلة بعالم الراليات، وكما يقول أحد سائقي الراليات الرائدين، تعتبر نيسان باترول المركبة المثالية للسباق. يعني النيسان باترول دائما كان في الأوائل، في الخمسة الأوائل أو العشر الأوائل. ليش؟ لأن أنا أظن أن السائقين المحليين وحتى اللي يجون من برا دائما يأخذون السيارة ويجهزونها بأبسط تجهيزات، خاصة تجهيزات السلامة، ويدخلون في السباق، ودائما هذه السيارة توصلهم للنهاية. يمكن ما تكون أسرع سيارة مثل المصانع، لكن السيارة دائما توصل لخط النهاية. على مر السنين حققت باترول مكانة استثنائية. لتعرف شعور الناس في المنطقة تجاه سيارات باترول، يكفي أن تشاهد مقاطع الفيديو العديدة التي تم تحميلها على موقع يوتيوب، أو أن تسافر إلى مهرجان عوافي في رأس الخيمة، حيث كانت معظم السيارات المشاركة في مسابقة تسلق الكثبان من سيارات باترول المعدلة. عندما قررت نيسان تطوير الجيل السابع من باترول، كانت تعلم أن عليها الحفاظ على تراث وعراقة الباترول، وأيضاً احترام مشاعر الكثير من محبي السيارة في منطقة الخليج العربي.